الكواليس الخاصة بفريقي أسوان وطنطا قبل لقائهما معا بعد تقريبا حوالي ساعة مع الزميل العزيز محمد طه. اتفضل يا محمد. مساء الخير عليك كزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، ومساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس. واكيد بالطبع ستكون مباراه مثيره ومباراه مهمه لكل من يشاهدنا بالتاكيد، نظرا لحاله الفريقين الفنيه ونظرا لاحتياج الفريقين للثلاث نقاط. لو بنتكلم عن فريق اسوان بقياده الكابتن كشري، يمكن نتكلم مع لاعبيه عن اهميه هذا اللقاء، وكان لي كمان عده تصريحات قبل هذا اللقاء، وقال اني لا اخشى الفرق الكبار ولكن اخشى هذه المباريات. و أيضا قال إن هذه المباراة إذا فزنا عليها فبنسبة كبيرة قد تتعدى 50 و60% سنبقى في الجدول الدوري الممتاز. ويمكن قال كمان إن هذه المباراة ستكون هي الأصعب لنا في هذا الموسم، هذه أصعب مباراة قد أواجهها في الحالة النفسية التي يدخل بها اللاعبين هذه المباراة، وأيضا في التكتيك أو متابعة المباراة خلال شوطي المباراة. وأيضا قال للاعبي إن يجب أن نستغل الحالة الفنية والحالة البدنية التي ظهرنا عليها بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وتكلم في عدة محاضرات كان أخيرها طبعا محاضرة اليوم قبل القدوم إلى ملعب المباراة، وقال أن لازم نستغل الحالة التي كنا عليها في الفترة الأخيرة والصحوة التي نقدمها في المباراة الأخيرة لهذه المباراة، وهي الأهم للاعبين. يمكن كمان أقول لك يمكن غيابات فريق أسوان اللي هيشهدها اليوم، استمرار غياب فادي فريد للإصابة، وأيضا محمد عبد المجيد اللي نال البطاقة الحمراء ولازال غائب عن هذه المباراة، ومصطفى ديودار والحسيني سمير اللي بالمناسبة أجرى عملية الرباط الصليبي بالأمس ونجحت العملية ونتمنى له العودة سريعا إن شاء الله. وأيضا يغيب حسن يوسف للرؤية الفنية. ويمكن كمان لو بنتكلم على الجانب الآخر، فريق طنطا والكابتن أيمن المزين بعد عودته مرة أخرى، يمكن معظم المحاضرات في الفترات الأخيرة كان كلها تحفيز وكلها حس على يمكن يعني الحالة النفسية هي اللي شايفها الكابتن أيمن المزين الأهم في الفترة الحالية، وقال أن يجب أن نستمر لا نيأس، أمامنا الفرص والفرق النقاط مش كبير، إذا قدمنا مباريات جيدة ويعني قال لعبته كده لو بقينا رجالة في الفترة الأخيرة ممكن الأمل يكون حالفنا في الفترة القادمة. عودة يمكن كمان غياب جون إيفيري ومحمد العشري ومحمد أسعد عن هذه المباراة، ولكن باقي الفريق بيخوض هذه اللقاء بشكل كامل وبقوته الضربة. يأمل طبعا الكابتن أيمن المزين الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. كلا الفريقان وصلوا أرض الملعب حتى الآن، يطالعوا الآن أرضية الملعب، ويمكن تفصلنا حوالي ساعة ونصف عن هذه اللقاء. الطقس رائع، ليس هناك رطوبة قد تؤثر على الفريق، نتمنى أن تكون مباراة جيدة وممتعة لكل مشاهدينا، ولكن تتحول مرة أخرى الكلمة إليك زميلي إبراهيم، أنت تفضل.